الغلاب وزير ونبتيه عشان نبقى الغلاب اللي كانوا يتقلبوا عليه الشعب خرج قال للناس سيدي قاش خرج على جماعة التجمع ما خرجش على حد شيء وخير دليل الشعاب كلها محروقة تاعهم الشعاب كلها تسكن فيها المواطنين اليوم قاعد تخذل فينا وقاعد ما تحبش تعدي وما تحبش وقاعد تتمهتل راهو قانون تحسين الثورة باش يتعدى ونزيدوا ننصحوا حتى كان تعدوا والله لا ثم انتخابات نحن نعرف التجمعين كعبة كعبة نشدوا لهم مكاتب الاقتراع يا حاج روح خير لا وليدي انا مش نصوت روح لنصوتوك هذاك ما يكفي يا اسطوفة يا عجيب يا كذاب يا بشير يا اسطوفة يا عجيب اوفياء اوفياء لا تجمع لا نداء اوفياء اوفياء لا تجمع لا نداء تحسين الثورة واجب ضد التجمع واجب تحسين الثورة واجب ضد الاسلام واجب تحسين الثورة واجب لو مع الاعلام مش عبد الوهاب عبد الله هذا اكثر منه عبد الوهاب يضر لي يتعلم منهم الاعلام هذايا زاد تطور في الكذب والنفاق وتمييع القضايا وتخسيسها وخير دليل انت من نوات وممكن عندك الجراه وجيت وتكلمت معايا نوات هذيا ما نعرف عليها شيء جت قالت خرجت من رحم الثوره ما شفناهاش في الثورة شفناها هي عدو للثورة وخير دليل كل ما يجي قانون تحسين الثورة تخرج لنا وثائق خطيرة عن تهريب البترول وثائق خطيرة عن تهريب السلاح نحن نعرفوهم سراق من نسلهم تو الباجي شكون ما يعرفوش اللي هو سارق يعني هذه حاجات ما تعنيناش نحن تعنينا كي تحبوا وتقولوا اللي انتم ثوار تعاونوا الثورة وتقفوا معاها وتكونوا انتم الدرع اللي يحماها خاطرها انتم معناها عندكم ما الواحد ما يكذبش عندكم معناها المتلقين متاعكم في الصفحات عندكم شعبية به اليوم اللي نوجهوه نقولوا معناها ولا تستهينوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون صدق الله العظيم ولا تحزنوا ولا تحزنوا صدق الله العظيم اليوم اللي ينظر انها الوقفة معناها جيت العدد ما هوش كبير ما هوش مهول الشيء اللي خلى الشيء هذا ما يجيش هو الاعلام ونعاودوا نرجعوا له بالامس موزايك افلام وقناه تونسيه في الراديون تقول اللي الوقفه الغيت ولا وجود لها واليوم متواجدين معانا ويصوروا ومعناها والمراسلين نتاعهم يقولوا راي الوقفه مش متواجده وخير دليلك انت واحد من الناس تصور معانا ما فهمناش تو هما تجمع عارفينهم واللوم اللوم الكل اللوم الكل على الحكومة اللي مخذات الإجراءات من اللون كارها نحن كي انتخبناها ثوريا راي قامت ولينا نطالبوا في مطلب شعبي وقت اللي ماهوش منا هذا ينفذوه من غير ما يقعدوا يتزايدوا فينا عليه ويمططوا فيه ويطولوا فيه ماناش باش يخلوهم راه ما همش باش يرجعوا للحياة السياسية مهما يحبوا والتجمع على فكرة نداء التجمع اليوم في جبل الاحمر وناوي حل في الكرم يعرف اللي الشعب كله جاي البردو يقتنسوا في الفرص يحبوا يحلوا مقرات والله نحن نزيدوا ندعموهم باش يحلوا مقرات عندنا برشا ناس ما عندهاش وين تسكن خليها تسكن مقراتهم فاخمه فيها الكراسي الجلد هذيك والواحد يزي من الشعاب المحروقه يزي نلوموا على الاعلام اذا كان نقولوا انه الاعلام مش قاعد يغطي في التظاهرات من نوع هذا نعطيك شنو صاير تو في الاعلام مثلا مازالوا كيعانوا انه عدنان شواشي صحافي وصحافي مزيك تم الاعتداء عليهم لهنا في ساحه باردو من طرف لجان حمايه الثوره شنو تعقيبك على الحكايه؟ هذا كذب وافتراء والله العظيم لا ثم حتى اعتداء هما جابوا معاهم شخص نعرفوه تجمعي نحن ولاد الشارع لو نعرفوا بعضنا نعرفوا التجمعي ونعرفوا نعرفوهم نعرفوا اليساري نعرفوا الاسلامي نعرفوا المجرم نعرفوا الزبرات نعرفوا القوات نعرفوهم كعبه كعبه السيد هذايا جايبينه يستعملوا فيه استقبلوه اللجنه كنت نجم تصورهم هو حبي بلبس يلوج على التبلبيس الكاميرا بتاع التونسيه تجي تصور قال لهم الاخر او ما يجيش معناها انتم مش توصلوا الصوره اللي مجلس حمايه الثوره ضربتكم ما ضربهم حد وخير دليل كل الوقفات تصور فيها التونسيه اخر دليل
اللي حطوا خونا ريكوبا زوروا له كلامه كي قال سوف نسحنهم ردا على عبد العزيز المزوغي، ردا على محسن مخزوق، ردا على بن خيشة اللي يتوعدوا في الشعب. مودي بن عمر هو شهيد معناه توفى في سجن صعبرين تحت التعذيب في قضية انتماء، تشد معناه مرة الأولى في جويلية 1991 وسيبوه شهر عدم سماع الدعوة، هو تشد معناه بتهمة إخفاء فار. لا 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 شد المرة الأولى في 91 قلت في جويلية وسيبوه شهر معناه باش يتبعوه بالسرقة معناه باش يجلبوا به برشا معناه أصحابه وكل شيء. بعدك عاودوا شدوه في ديسمبر 91، كي تشد في ديسمبر 91 معناها قعد موقوف حكايته يكون شهر ونص، وفي الإيقاف تعرض للتعذيب معناها خلال التحقيق تعرض للتعذيب وتوفى تحت تعذيب، معناها تعذيب معناها قاسي، معناها إن شاء الله تشوف تصاور وكل شيء، تعذيب قاسي ينوم معناها على 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 عباد وحشيين ماهمش عباد حتى معناها حتى تستخسر فيهم شكون فيهم كلمة عباد، حتى حيوان نجم تقول عليه كلمة حيوان. هذوما العباد هذوما مطالبين معناها انهم يتحاسبوا خاطر مختر على المجتمع، ما لازمهمش يدوروا في الشارع، اختر حتى على مرته واولاده وعلى المجتمع كل. وكهو معناها مطالبين. بس هذوما اللي قاموا بالتعذيب نتاع ولدك شهيد معناتها عندكم عليهم فكره شكون؟ والله عندنا برشا اشخاص معناها في 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 في, في بيننا، اما ما نعرفوش معناها حتى التحقيق معناها اللي يتم معناها. ما نجمش ان نسمي لك خاطر حتى اللي معناه يثبت التحقيق اللي هو معناه مطورتين معناه. كنتوا قدمتوا قضيه ولا قدمنا قضيه اما معناه ثم مشكل قانوني انه معناه يستناو في تفعيل قانون العداله الانتقاليه. علاش؟ خاطر السبسي معناه كي شد ديرون 6 شهور ديرون للعام و6 شهور ما عرفش قداش شد السبسي ديرون بيريود شد فيه السبسي معناها عمل قانون اسقاط قضايا تعذيب التقادم بعد 15 عام باش يمنعوا روحهم معناها، فهمت؟ الصور اللي قاعدين نتفرجوا فيهم معناها كيفاش تحصلتوا عليهم؟ تحصلنا عليهم والله عن طريق جريده ثوره نيوز. جريده ثوره نيوز قالت معناها تحصلنا عليهم معناها من مجهول لقاو في بوات بوستال. لقيت انا تصويره نتاع والدي هما حطوها اكسبري معناها ما غطاوش الوجه حطوها في الجريده ومعناها حطوا اكسبري وجهه مش مغطي باش فماش شكون من اهله معناها نجم يتعرف عليه. انا معناها متعدي معناها وسير انترنت ريتو معناها في الواحد وكلمت الجريده مشيت لهم غاديك السوسه واعطاني تصاور هذوما الموجودين تو. البوا نتاعو الدوبل معناها كي تشوفون هنا عباره 20 صغير 20 سنه معناها طفل صغير، فهمت؟ هنا تشوفوا معناها الوحشيه والدناءة نتاع العباد كيفاش يستهدفوا في المعنى في مناطق معناها حساسه نتاع عبدان العباد محروق معناها بالشاليمو من التالي نجم تشوف كان زيد ثبت هنا تلقاو الحم ذيب من هنا وثم تصاور اخرين معناها حشيك حتى معناها حتى محاشمه نفس الحاله معناها من قدام من هنا تشوف اثار الدماء معناها هنا نكلوا به الجثه نتاعو هنا تصويره الاخرى صبع مثقوب بالشنيول معناها منقوب بالشنيول لهنا ركابوا مثقوبين بالشنيول وعندي تصاور اخرين معناها مدخلين مسامر في الـ في الـ في القدم تاع ساقيه فمعناها ماهيش موجوده توا عندي اما معناها مسامر مدخلين في ساقيه باش معناها الشعب اللي معناها ولا الفئه الصغيره القليله الموجوده في الشعب اللي معناها قرار قانون تحسين الثوره معناها شوف على شكون تدافعوا معناها على 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 وحوش معناها تحبوها تعاود ترجع معناها انا 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 جاي معناها الحمد لله نقول معناها بابا شهيد وجي معناها معناها جات الضربه في نحن كعائله ما تنجمش معناها تعرف نهار واحد نجموا يرجعوا هذوما تنجم لا قدر يجي في بوك ولا في خوك ولا في اختك معناها خاطر الوحوش هذوما مش عاودوا يرجعوا وعاودوا يحكموا في الداخليه وعاودوا يحكموا على العباد بالطريقه هذيا. وصل رساله لزياد الهاني، زياد الهاني اللي مره مره حضرته على حوار في قناه ظهر لي ما نعرفش القلم ولا الزيتونه ما نعرفش بالضبط سالوه معناها قالوا له علاش انت كونتر قانون تحسين الثوره؟ قال لهم خاطر انا خايف على الشعور نتاع العمد والولات والمعتمدين اللي معناها باش يشملهم قانون تحسين الثوره باش يحسوا روحهم ماهمش توانسه. الور كو هو ما رعاش معناها ما غزرش الشعور البو معناها الام ولا الولد كي شفت صور تاع بوه كيما كاي معناها انا واحد من الناس صور تاع بابا نسيتهم معناها هما دخلوا الدار سرقوا كل شيء معناها تذكرني بابا مع بابا نسيته في مخي نذكر معناها كلكو معناها فلاش صغيره كان ذكر على بابا معناها عقلت وجه بابا في صور كيما كي معناها بربي زيد لهنا راعي شعورنا زاد نحن
وارجع ارجع معناها يكون تونسي ويزي بلا معناها بلا 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 نفاق. تعرف بروحك هادي من رجال الثوره بكرم. هادي شنو؟ هادي شيخ من رجال الثوره. اش تعمل في الدنيا هذه الساعه؟ طالب مرحله ثالثه. مرحله موقفك من قانون تحسين الثوره ترى اللي بالبنود العشر الموضوعه فيه هو كافي لابعاد التجمعين على الساحه السياسيه؟ والله انا في بالي تحسين الثوره اللي هو مطلب تاع 10 ملايين تونسي، وهذا معناتها تخاذل اللي نشوفوا فيه توا، وعندنا ثلاث سنين واحنا نمبحوا ونعيطوا على الشيء هذا ماهوش باش ما صارش. ما نحب نفهم انا حاجه، شنو هو السبب اللي يخليهم معناتها لحد الان ما يمروش قانون تحسين الثوره؟ اعطوني ريبونس سامبل اكزاكت بور كيل غيزون اللي انتم لحد الان واقفين. وهذا احنا اول حاجه نذكروا نهار 16 جانفي خرجنا ار سي دي ديجاج، والناس الكل في بالها والناس الكل خرجت، لكن ثلاث سنين لتو نستناو، فما قاعده لعبه قاعده تتلعب، وان شاء الله ربي معناتها يكون اللي معناتها يسلط عليها ومعناتها سخط كبير للعباد هذيا اللي مش تقفلنا بلوكاج للثوره نتاعنا وتحقيق الاهداف نتاعها. وشنو رايك وردك على اللي يعتبر قانون تحسين الثوره هو اقصاء لزوز ملايين تونسي؟ انا زوز ملايين هما قصاو يمكن 13 مليون لتيلة 50 سنه. كانك مكش تجمعي ما تخدمش، مكش تجمعي ما تاخوش بورس، مكش تجمعي ما تقراش لبرا، إلى حد الآن وما زلت تمارس لحد الآن الحاجات هذيا. دونك احنا خويا يزي ننساو 50 سنه، وخويا نحبوا نعملوا صفحة جديدة ونبداو في حياة جديدة، وإن شاء الله احنا كرجال الثورة بالكرم سنواصل معناتها النظام بتاعنا لتحقيق أهداف الثورة لآخر معناتها إيتاب نوصلوا لها، والسلام. شعار رجال الثورة بالكرم. ننتصر. بس ننتصر ان شاء الله. ان شاء الله. برشا عباد قاعده تلوم على الخطاب نتاع رابطات حمايه الثوره اللي من نوع خطاب ريكوبا سنصح لهم في الشوارع، ويقولوا انه قاعدين تروجوا الخطاب نتاع عنف. دونك بالنسبه لك انت شنو تعقيبك على الكلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد باش نكون ضد العنف وضد دعوه العنف، وندد ونستنكر ونجب كل من يدعو للعنف، لان تونس اليوم تونس ماهيش تاع عنف، تونس الثوره بتاعنا ثوره سلميه، بديناها سلميه وبحول الله باش تفوت تنتهي سلميه. ثم شكون يرفع الشعار كما ريكوبا رفع في صفاقس، نقولوا احنا من قبيل يعني كالتخميره في اجتماع، تنتهي هذيك بانتهاء الاجتماع. ظهر لي من الثوره لليوم اللي عذبنا واللي حتى في الحبوسات واللي شردنا واللي فقر الشعب واللي عايشوا بطال، ما تسحل حتى واحد فيهم، مش اليوم بعد ثلاث سنين باش يقوموا بعمليه السحل. تعلق قانون تحسين الثورة بخلاف الوقفات من نوع هذايا وغيرهم، شنو استراتيجيتكم في العمل على تمرير القانون هذايا في المستقبل؟ هو إن شاء الله القانون يمر اليوم، وإذا مرش اليوم مش تاخذ مصدق عليه في جلسة أخرى. الدور بتاعنا احنا لازم ديما نضغط على أعضاء المجلس التأسيسي باش يصادقوا على المشروع هذا، ونكون وقتها ارتحنا من حاجة اسمها تحسين الثورة، ونمر إلى التحسين الإعلامي للثورة وإبعاد رموز نظام البائد في وسائل الإعلام اللي كانت تمجد وكانت تمدح وكانت تسوق في تصويرها طيبة البن علي، وخاصة كانت تنشد فيه على غرار معز بن غربي. احنا اللي في بالنا مر عملوا نهار 27 جوان هو موعد يعني المناقشة قانون تحسين الثورة. هذاك علاش احنا جينا لهنا، جينا باش ناخذ الوقفة رقم 2500-2600 لتمرير قانون تحسين الثورة اللي هو كأنه وليت الرفيه. هنا برشا عباد ماش عاجبته، ماني من نجي بهم علاش عاجبته، مش عاجبتهم العباد. قانون تحسين الثورة أو بما يسمى قانون العزل السياسي هو قانون لعزل كل من تضلع في عهد بن علي من انتشارات الحياة السياسية. نحب نقول لك خلي تمر قانون العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية ذاك بالقضاء، أي واحد سرق باش يتعاقب بالقضاء، ما هذا عزل سياسي، يعني اللي شارك في عهد بن علي خذا منصب ما يشاركش في الانتخابات، يعني سهلة الحكاية. فهمتني؟ حبيت نسألك بالنسبة لكم أنتم اليوم شكون اللي ينجم يكون هو المسؤول على تعطيل أو عدم تمرير قانون تحسين الثورة؟ أنا نوجه كل اللوم على كل نواب المجلس التأسيسي بطم طميمهم، فهمتني، على التباطؤ في تمرير قانون تحسين الثورة، على خاطر برجولية، كان جاو يحبوا يمروا القانون 89 نهضة و18 مؤتمر وخمسة وفاء وطرف مستقلين، نلقاو روحنا فوتنا ل 120، ينجم تعديه القانون، ما أنا قاعد كأني نشوف كأني ولات فيه لعبة سياسية نتاع شد وجذب. أنا نحب نقول راه ماهوش مزية، يا يعني نواب المجلس التأسيسي، راه قانون تحسين الثورة ماهوش مزية. لعل تخيلوا انتم رواحكم عاملين مزية على الشعب، فهمتني، باش تقول انا نمهطلوا نمهطلوا نمهطلوا، وكان تلعبوا على صبر الشعب التونسي رانا ما نخلقوش رانا ما نفدوش، وقانون تحسين الثوره باذن الله سيمر. في صفاقس برشا في وسائل الاعلام لاموا عليك على الخطاب من نوع سنسحلهم في الشوارع، ويقولوا انك تسوق لخطاب نتاعهم، دونك بالنسبه لك انت شنو التعقيب على الكلمه هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صار الخطاب نتاعي لا فيه لا تحريض لا عنف لا حتى شيء. واش نقول لك علاش؟ انا اش قلت ساعة؟ خاطر الفيديو تم تحريفه من صفحات تجمعية. اش قلت فيها؟ قلت عبد العزيز المزوغي في اجتماع عام في حركة نداء تونس قال إذا مر قانون تحسين الثورة سنمر إلى الحرب الأهلية. يعني أنا كمواطن تونسي اش قلت؟ قلت أنا نحب نرد عليك عبد العزيز المزوغي، قلت ماهيش باش تكون حرب أهلية، باش تكون حرب بين الشعب التونسي وبين قلة، قلوها قلة قليلة من التجمع، والمجراب تهم زمرافقه خويا. أنا قلت قلة قليلة من التجمع، وجدوه المجراب تهم زمرافقه. واش قلت آخر؟ متذكرها الكلمة خاطر حافظها بالكدا. وستكون حرب بين الشعب التونسي وعلى كل من قتل وسرق ونهب واغتصب ونفى وعذب الشعب التونسي طيلة 23 سنة، فهمتني؟ وسننجز ما لم ننجزه يوم 14 جانفي. واضحة الحكاية يعني. أنت معناها مع أنه تصير حرب بين هالقلة القليلة وبقية على الشعب التونسي؟ قلت لك نحن ما عندناش ما ندخلوش الحرب، الحرب أهلية ما فيهاش حرب أهلية. قلت لك احنا ناس الثورة نتاعنا بدات سلمية وباش تكمل سلمية، وأكثر فينا الوقفات نتاعنا سلمية. ولنهار مارسنا العنف، ما مارسنا العنف كان كيمارسوا علينا العنف. واضحة الحكاية، احنا عباد ما نبادروش بالعنف. احنا عباد، انا واحد كواحد من الناس قولي خطاب تحريضي مش بيه ما تخلوش، هو مش باجي قائد السبسي نهار كامل سنمر الى الثورة الثانية. وعدنا الحاجي قال يدعو الى قتل الاسلاميين، وعبد العزيز المزوغي قال سنمر للحرب الاهلية. ما غادكم كالركوبة، شديتوا كالركوبة يا علام، الاخرين سنة، الاخرين فرض وركوبة سنة. اخويا انا واحد من الناس كمواطن تونسي، انا هاني قلت لكم احنا نهارت اللي باش يضربونا راه نقعدوش كتفين يدينا. قانون تحسين الثوره ماهوش مزيه النواب اللي انتخبهم الشعب هذوما، انتخبهم باش يواصل يعني الثوره اللي قام بها، يعني نهار اللي روح الشعب يوم 14 جان في بعد هروب المخلوع ما كانش هو خارج باش يطارد بن علي، كان غايه من الغايات بن علي، فما نظام كامل قائم نزمه يسقط. هذا المطلب نتاع الثوار واللي متواجدين اليوم لهنا، حبوا معناتها يصوروا هذا معناتها مطلب حزبي او مطلب بعض الاحزاب. حاب نقول لهم انه الاحزاب راه جات بعد القصبه الاولى وبعد القصبه الثانيه، وقتها فما كان الشباب اللي طالب بالمطالب هذوما، وما فما كان يعني اللي خرجوا في الثوره طالبوا بهذا، وهذا امتداد مصادقه القانون يعتبر خطوه اولى او شبه خطوه كما يقولوا يعني في ثنية يعني تحقيق هدف الثورة. بالنسبة لنا احنا مطالبنا يعني أكثر من هذا برش. نصر الدين، اليوم فما برشا لوم على الإعلام على أساس أنه مش قاعد يغطي في الوقفات ولا التظاهرات من نوع هذا، في نفس الحين اللي خرجت بعض وسائل الإعلام خاصة الراديوات أنه جاءوا صحفيين لهنا باش يغطيوا وقفتكم وتم الاعتداء عليهم كما عدنان الشواشي وكما صحفي مزيك. شنو تعقيبك على الكلام هذا؟ والله بالنسبة لنا احنا توا معناتها وسائل الإعلام فما جزء منه يعني مستهدفنا، هذا واضح ما غير ما نقعد نحكي عليه، معناتها كيفاش الاستهداف يعني واضح للشعب التونسي، واضح للناس كل الاستهداف. وقت يجيب لي انت في بلاتو وتصورني من بعيد وتحكي عليه اللي تحبه وما تعطينيش حق رد مع اننا نسيستيو باش ناخذ حق رد، هنا واضح يظهر لي التوجه نتاع بعض وسائل الاعلام. بالنسبه لينا والله ميدانيا قعدنا محافظين معناتها على المينيموم نتاع يعني التعامل الحضاري معاهم. فما وسائل الاعلام اللي جيت تستفزك كيما الحادثه اللي صارت اليوم، كنا نبهنا نحن مستعدين باش نكونوا واضحين مع العبيد باش على الاقل ننقلوا الصوره كما هي. شنو اللي صار بالضبط؟ انت كناطق رسمي كان تعطينا شنو اللي صار بالضبط باش هكاك تبدا الصوره واضحه لدى الراي العام. اليوم اللي صار يعني في الصباح تفاجئنا بواحد من الظاهرين، يعني اول حاجه ساعه نحن لهنا فروع روابط حمايه الثوره، يعني من اول واحد لاخر واحد نعرفوا بعضنا. تفاجئنا بواحد موجود، قلنا بون اذا كان مناصر يعني المطالب ما عندناش اشكاليه. من بعد تفاجئنا انه يعمل في حركات غريبه يعني ولا اخلاقيه، فما كاميرا تصور فيه، قلنا له فاش قاعد تصور؟ اتضح انه يعني ملصقين مع بعضهم، يعني مشاو مع بعضهم، فما واحد من الاخيان تدخل حاول يوقفوا على التصوير. هذا ما حدث، ما وقعش لا ضربوا ولا يعني شتموا ولا غيره، دخل الامن بعد ما رعنا مشى المجلس التاسيسي وعمل يعني المسرحيه هذيك. نحن ناكدوا انه ما وقعش لا ضرب ولا غيره، وسائل الاعلام كل موجوده هاك انت قاعده تصور غيره، معناتها جاي يصوروا تونسيه غيره، فما برشا من وسائل الاعلام اللي انخرطوا في تشويهنا موجودين وسمحنا لهم يصوروا واعطينا تصريحات، ما عندناش الاشكال هذايا نحن. ولكن اذا كان انت تجي بنيه انك معناتها تصور حاجه بالذات وتجيب معك شخص باش يمثلها
لهنا نولي نقف لك انا. احنا اول شيء مشاركين في الاعتصام اللي موجود في ساحه باردو، هذه خطوه ثانيه ان باش ندخلوا معناتها نوصلوا صوتنا في وسط المجلس التاسيسي، نوصلوا صوتنا للمكتب المجلس التاسيسي فيما يخص قانون تحسين الثوره وتمرير قانون تحسين الثوره بصيغه احنا معناتها متفقين انه لازمها تكون صيغه تتماشى مع مطالب الثوره. هذا هو معناتها.